وكده، لكن هي بيتم وضعها بناء على الاسطح التخيليه اللي مهندس تصميم المطارات هو اللي بيرسمها. فكلمه زونينج لوز قال لك زونينج لوز اوردينيتس ريجاردنج ذا بيرميشبل هايت اوف ستراكشرز. احنا بنرسم اسطح تخيليه كده هنتكلم عنهم سطح سطح دلوقتي، ومنها في المنطقه المحيطه بالمطار بالكامل بنعرف قيمه ارتفاع كل مبنى المسموح بيها هتكون قد ايه، واي مبنى بيتخطى هذا الارتفاع المسموح بيه بنعتبر ان هو عالي. تمام؟ فالزونينج لوز هي الاوردينتس اللي بتحدد البرميشبل هايت بتاع كل الستراكشرز المحيطه في المطار واللاند يوز في المنطقه المحيطه في المطار. وونس ان احنا رسمنا الايماجينري سيرفيسز دي وحددنا الزونينج لوز، على طول الامبلمنتيشن بتاعها للموقع بيتنفذ. ماشي؟ فعشان كده بيقول لك and the land use within the airport boundary need implementation as soon as the site is selected for the airport development. ماشي؟ The permissible height of structures depends upon the aircraft class and aircraft types. الـ airport class والـ aircraft type. كل ما المطار يكبر كل ما الطيارات اللي بتستخدمه حجمها بيكبر، كل ما الارتفاعات، اولا كل ما حجم المطار بيكبر وكل ما الارتفاعات بتاعت الايماجينري سيرفيسز بتكبر ومساحتها بتوسع، وهنشوف ده مع بعض دلوقتي لما ناخد الايماجينري سيرفيس. Whenever the zoning laws are provocative، طيب احنا بنحط قوانين نحدد بيها ارتفاعات المباني حوالين المطار. طب لو القوانين دي مستفزه للناس يعني، وهيبقى فيها حد كان عنده ارض والارض دي غاليه ومتعشم ان هو يبني عليها ادوار كتير، وبعدين الدوله قررت ان هي تعمل مطار في الكلام ده، فبيقول لك whenever the zoning laws are provocative مستفزه للناس او ممكن يعني تضايقهم، قال لك sufficient compensation should be announced in order to ascertain its effective implementation. الناس بيبقى في تعويضات الحكومه بتدفعها عشان نضمن تنفيذ القوانين دي. طيب القوانين دي ثانية واحدة عشان السلايدز بتاعتي معلقة. الارتفاعات دي بتتحدد عن طريق حاجة اسمها الأسطح التخيلية أو الإيماجينري سيرفيسز، ونبدأ بداية كده من تعريف اسمها، هي أسطح تخيلية وبالتالي هي مش حاجات هيتم تنفيذها مثلا زي الران واي اللي كنا بنتكلم عن التصميم بتاعه. بسم الله تذكرنا على الله. ماشي؟ فايه هي الاسطح التخيليه دي؟ هم ست اسطح، حاجه اسمها تيك اوف كلايم سيرفيس او سطح الاقلاع، تاني حاجه سطح الابروتش سيرفيس او سطح الاقتراب، الانر هوريزونتال سيرفيس السطح الافقي الداخلي، الكونيكال سيرفيس السطح المخروطي، الترانزيشنال سيرفيس السطح الانتقالي، والاوتر هوريزونتال سيرفيس السطح الافقي الخارجي. كل واحد من الاسطح دي هناخده على حده ونشوف هو عامل ازاي وارتفاعات المباني المسموح بيها طبقا للاسطح دي عامله ازاي. اول حاجه معلش، انا البياع اللي بيبيع الليمون في الشارع ده عامل ديستربنس شويه، مخليني اركز في البقول. اللي احنا شايفينه قدامنا حالا هو البلان بتاع الاسطح التخيليه. فلما نبص كده الشريحه اللي متبينه باللون الاسود دي هي الران واي. لو تخيلنا ان الران واي هو اللي متهشر باللون الاسود ده، وطبعا المنطقه المحيطه بيه بقى هي الاسطح التخيليه المرسومه. فعندنا على سبيل المثال سطح الاقلاع او تيك اوف كلايم سيرفيس بيمتد من 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 نهايه الران واي لحد، وطبعا بيبقى ليه حافه داخليه عند نهايه الران واي او بعد نهايه الران واي بشويه يعني، وحافه خارجيه موازيه ليها. السطح ده باين في البلان بالشكل ده، لكن هو متغير الارتفاع يعني، الحافه الداخليه في منسوب الثريشولد بتاع بدايه الران واي، نهايه الران واي سوري، لكن الحافه الخارجيه اعلى منها، فهو سطح بيتسع للخارج وكذلك بيعلى لفوق.
سطح الابروتش نفس القصه بس جاي من فوق وبينتهي عند ثري شولد بتاعت الران واي. في اختلافات بسيطه بينهم هنتكلم عنها. السطح الافقي الداخلي بيبقى على شكل دايره، وممكن الشكل ده ما يبقاش دايره دايما في كل الحالات، ممكن يبقى إليبس او ممكن يبقى شكل غير منتظم في بعض حالات المطارات اللي فيها ران وايز متقاطعه. والسطح الافقي الخارجي وهو بيبقى شكل نفس مماثل للسطح الافقي الداخلي بس بيبعد عنه بمسافه معينه هنحددها مع بعض دلوقتي. الكونيكال سيرفيس هو السطح اللي بيربط ما بين السطحين. كلمه كونيكال جايه من كون اللي هو المخروط، فهو سطح مخروطي. لو حاولنا ان احنا نبص في القطاع بتاع الاسطح دي هيبقى بالشكل ده بالنسبه لنا. برضو لو انا هنا برسم قطاع، فبرضو لو كان ده سطح الران واي فده الانر هوريزونتال سيرفيس اعلى منه بمسافه، والاوتر هوريزونتال سيرفيس اعلى منه بمسافه، والكونيكال ما بينهم الاثنين، وترانزيشنال ده سطح كومبلكس هنشرحه بالتفصيل. وخلينا نشوفهم كده واحد واحد عشان نفهم. الاول احسن ما نشوفهم واحد واحد نشوف شكل ايزومتريك كده يقرب لنا الصوره شويه، لان ايه الدنيا كده ممكن تكون مش واضحه بالنسبه لكم. لو انا عندي ده سنتر الران واي او ده على امتداد سنتر الران واي يعني، والران واي في الاتجاه ده كده اللي انا بشاور فيه في الكرسر، اعتقد ان انتم شايفين الكرسر، وقطعنا في الاسطح اللي موجوده عندنا، فادي السطح الهوريزونتال سيرفيس الانر هوريزونتال سيرفيس، وادي الكونيكال سيرفيس، والمفروض براه بيبقى الاوتر هوريزونتال سيرفيس. واحنا قطعنا من ناحيه الابروتش سيرفيس او سطح الاقتراب، فده شكل سطح الاقتراب اهو زي ما قلنا بيتسع للخارج وبيميل لاعلى ماشي. اما الترانزيشنال سيرفيس او سطح الانتقالي فشايفين كده هو قلنا كومبلكس سيرفيس مكون من عده اسطح مش من سطح واحد، وهو اللي متهشر باللون بالخطوط القريبه من بعضها كده، وهو موجود على جانبي الران واي يعني مش على جنب واحد منه. ده شكل تاني بيحاول يبين الاسطح دي لو عندنا اكتر من ران واي. الصوره اللي احنا شفناها من شويه، الايزومتريك اللي احنا شفناه من شويه، هو لو كان عندنا ران واي واحد، احنا اتفقنا ان مش بالضروره لما اتكلمنا في موضوع البلاننج والاورينتيشن والكونفجريشن بتاع الران وايز، قلنا ان ممكن يطلع عندي ران واي واحد، ممكن يطلع عندي اكتر من ران واي، ممكن يكونوا متوازيين، ممكن يكونوا متقاطعين، ممكن يكونوا نون انترسكتنج. فلو انا عندي على سبيل المثال في الشكل اللي قدامي كده اتنين ران واي او مدرجين متقاطعين، فده هيكون شكل الاسطح التخيليه حواليه. كل واحد فيهم هيكون له ابروتش وتيك اوف كلايم سيرفيس وترانزيشنال سيرفيس ماشي، لكن الاثنين مع بعض او مجموعه الران وايز اللي موجوده في مطار واحد هيكون ليها مع بعض انر هوريزونتال سيرفيس واحد واوتر هوريزونتال سيرفيس واحد وكونيكال سيرفيس واحد. لحد كده الامور واضحه يا شباب؟ الو؟ ايوه تمام يا دكتور. طيب تمام خلاص، خلينا نبتدي بقى فيهم سطح واحد سطح سطح كده بالتفصيل. فهنبتدي الاول بالتيك اوف كلايمب سيرفيس، وقال لك ان التيك اوف كلايمب اريا شال بي استابليش بيوند ذا اند اوف ذا ران واي، بعد نهايه الران واي اول كلير واي. لو عندنا كلير واي، كلير واي ده جزء بيبقى موجود بعد الران واي، فور ايتش ران واي دايركشن intended to be used for the take-off operation. لكل runway موجود عندنا أو لكل runway direction هيبقى عندنا take-off climb surface هيبقى بيتعامل بعد نهاية runway أو بعد نهاية clearway لو في clearway. فقال لك if a runway extension is proposed، لو أنا عملت مثلا، إحنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت لما اتكلمنا في موضوع موقع المطار، قلنا ان احنا لازم نعمل حسابنا للفيوتشر ديفلوبمنت. يعني انا لو عندي النهارده عملت ران واي وكان طوله سي مثلا 1000 متر، وفي المستقبل مخطط ان انا اطوله لاكثر من كده، فانا بشتغل على الاكستنشن مش بشتغل على الطول الحالي اللي انا نفذته.
عشان كده بيقول لك if a runway extension is proposed، لو عندنا اقتراح لان الرانواي ده يتعمل له امتداد بعد كده، the surface shall be determined from the proposed extended runway strip. من نهايه امتداد الرانواي اللي لسه مقترح ومش هيتنفذ وقت ما المطار يتعمل. ماشي؟ or the associated clear way as applicable، او لو في كمان clear way اللي هي بتبقى موجوده بعد الرانواي برضه من نهايه الكلير واي. The take-off climb surface consists of the following. بيكون من ايه بقى؟ أول حاجة قال لك حافة داخلية، an inner edge. horizontal، خواصها ايه؟ horizontal، أفقية. and perpendicular to the center line of the runway. أفقية ومتعمدة على center line الرانواي. and located either at a specified distance beyond the end of the runway or at the end of the clear way. when such is provided. يا إما بحطها بعد مسافة معينة من نهاية الرانواي، ماشي، يا إما بحطها من نهاية الكلير واي لو كان عندي كلير واي. تمام؟ يبقى أول حاجة الانر ايدج. its length equal the specified distance depending upon the type of airport. طولها إيه بقى الحافة الداخلية دي؟ قال لك طولها بيعتمد على ال type of airport. اللي هو إحنا عندنا المطارات قلنا ليها تصنيف، واتفقنا على الكلام ده من أول مرة. قلنا ليها تصنيف بطول الرانواي وتصنيف بنوع الطيار اللي هو الايربورت ريفرنس نمبر والايربورت ريفرنس كود. فهنشوف في الجدول دلوقتي طول الحافه الداخليه للتيك اوف كلايم سيرفيس بيكون عامل ازاي. طيب الحاجه المهمه كمان ذا اليفيشن اوف ذا انر ايدج، هو قال لي شكلها، قال لي خواصها ان هي افقيه ومتعامده على سنتر الرانواي، قال لي مكانها، قال لي طولها، ماشي، اللي هو موجود في الجداول. بيقول لي حاجة كمان، the elevation of the inner edge shall be that of the highest point of the extended runway center line. ارتفاعها كام بقى؟ أو المنسوب بتاعها كام؟ قال لك ده هيبقى المنسوب بتاعها نفس منسوب ال highest point على ال extended runway center line، الأعلى نقطة على الرانواي وامتداده، ماشي؟ طيب، إيه كمان؟ حافة خارجية، an outer edge. في النص بين الحافة الخارجية والحافة الداخلية في two sides، ماشي، originating from the ends of the inner edge. معلش يا شباب سنة يا شباب. فقلنا حافه داخليه، قلنا خواصها ايه، قلنا طولها هيبقى كام من الجداول، هنشوف الجداول دلوقتي مع بعض، قلنا ارتفاعها هيبقى كام، وبعدين قال لي two sides originating from the ends of the inner edge. جانبين، والجانبين دول بيبتدوا من نهايه الانر ايدج، من نهايتين بتوع الانر ايدج، diverging uniformly وبيتسعوا بانتظام at a specified rate along the take off track to a specified final width. The surface extends at a specified slope upwards and outwards. يعني ايه upwards and outwards؟ الحرفين دول بيتسعوا للخارج والاعلى، ماشي؟ an outer edge قال لك برضه horizontal and perpendicular to the specified takeoff track. افقيه، لكن هي بقت خلاص في مستوى تاني بما اننا بنقول الحافتين الجانبين بيتسعوا الاعلى والبره، فبقت في منسوب تاني خالص او مستوى تاني غير منسوب ومستوى ران واي. فقال لك خلاص ما عادتش بقى بيربنديكولار تو ذا سنتر لاين اوف ذا ران واي، ده هتبقى بيربنديكولار تو ذا سنتر لاين اوف ذا سبيسيفايد تيك اوف تراك. بص كده على الشكل ده عشان نفهمه. ده هو هنا اللي انا بشاور عليه، ده ران واي. فقال لك بعد نهايه الرانواي بشويه ال inner edge افقيه عموديه على سنتر لاين الرانواي، منسوبها بيساوي منسوب اعلى نقطه على امتداد الرانواي. تمام؟ طيب طولها قد ايه؟ ادي المواصفات بتقول لي لو المطار من تايب 1 الريفرنس نمبر بتاعته 1 يبقى طولها 60 متر، 2 80 متر، 3 و4 180 متر. تو سايدز، الجنبين دولا
ماشي، والجنبين دول بيوسعوا لبره ماشي، وبيوسعوا لفوق يعني بيعلوا لفوق تمام. وقال لك الجنبين دول الدايفرجنس بتاعهم، دايفرجنس نقصد بيه الاتساع للخارج ماشي. فقال لك الدايفرجنس بتاعهم في المطار من النوع 1 و2 10%، وفي المطار من نوع 3 و4 12.5%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما امشي 100 متر كده في اتجاه الران واي خلاص، امشي 10 متر في حاله المطارات من 1 و2 و12 متر ونص في حاله المطارات 3 و4 تمام. حافه خارجيه فاينل ويتس، الحافه الخارجيه بتاعتنا قال لك الفاينل ويتس 200 متر في 3 و4 1200 متر في المطارات 3 و4 و580 متر في المطارات من النوع 2 و380 متر في المطارات من النوع 1. ادانا كمان اهو الطول بتاع التيك اوف كلايمب سيرفيس، قال لك في المطارات من النوع 1 1600 متر، في المطارات من النوع 2 2500، في المطارات من النوع 3 و4 15000 متر، 15 كيلو ماشي. طيب ده برضو تيك اوف كلايمب سيرفيس، نفس اللي قلناه في السلايد اللي فاتت، بس مكتوب بالميول بتاعته بالفاينل ويتس كل حاجه، نفس اللي قلناه في السلايد اللي فاتت بالظبط. هنا احنا كنا شايفين الكلام ده على فيجر، فبنشوف الكلام ده دلوقتي على جدول ماشي، وبيديك الحاجه اللي ناقصه كانت في الشكل هي distance from the runway end، قال لك اهو في حاله المطار من نوع 1 30، المطار من نوع 2 و3 و4 60 ماشي. كل الحاجات التانيه احنا شفناها في التو سلايدز اللي فاتت، وقال لك السورس بتاع الجدول ده الايكاو انكس 14 بيش كذا. طيب عندنا كمان حاجه اسمها الابروتش سيرفيس، والابروتش سيرفيس ده اللي هو سطح الاقتراب. التيك اوف كلايمب سيرفيس بيبدا من نهايه الران واي وبيطلع لفوق. الابروتش سيرفيس المفروض نهايته عند بدايه الران واي ماشي، بانر ايدج موجوده عند بدايه الران واي، وبرده ليه تو سايدز وان اوتر ايدج. فقال لك لما نبص على كده قال لك ايه، ذا ابروتش سيرفيس شال بي استابليش فروم ذا سمولر اندز اوف ران واي ستراب for each runway. تاني لو عندنا take off climb surface او approach surface، كل runway بتعمل له take off والapproach surface بتاعه. بيتكون من ايه؟ برضو حافة داخلية an inner edge of a specified length، برضو horizontal and perpendicular to the extended center line of runway، وفين بقى؟ located at a specified distance before the threshold. threshold دي هي العتب او بدايه الران واي. قال لك قبل الثري شول، المسافه قبل الثري شول، والاليفيشن بتاعها ان اليفيشن اوف ذا انر ايدج شال بي ايكوال تو ذات اوف ذا ميد بوينت اوف ذا ثري شول، بيساوي المنسوب بتاع منتصف الثري شول اللي هي نقطه بدايه الران واي، نقطه منسوب نقطه بدايه الران واي عند السنتر لاين. وبعدين عندنا two sides originating at the ends of the inner edge diverging uniformly at a specified rate from the extended center line of the runway. وبرضو the surface extends at a specified slope upwards and outwards. الحافتين الجانبين موجودين من نهايات ال inner edge وبيعلوا لفوق وبيتسعوا للخارج، وال outer edge parallel to the inner edge. نبص كده على الابروتش سيرفيس بالشكل اللي قدامنا ده، كده سطح الاقتراب، ده كده الستريب بتاعتنا فيها الران واي وفيها الستريب كلها. الانر ايدج حطها لنا اهي، وقال لك العرض بتاعها بيساوي 60 متر في حاله الرن واي من النوع 1 و80 متر
في حالة الران واي من نوع 2 و150 متر في حالة الران واي من نوع 3 و4. وبعدين اعطانا السلوب اللي هو الميل اعلى ماشي، وقال لي بيساوي 2.5% للمطار من نوع 4 3.33 من 100 في النوع 3 و4% في النوع 2 و5% في النوع 1. ال divergence ممكن نشوفه من الجدول. ده الابروتش اهو، قال لك ان الابروتش سيرفيس ويدث ات اوتر اند، اعتقد هو القيمه بتاعه الحافه الخارجيه طولها كام. فقال لك المواصفه دي من الاف اي اي، فهتلاقيها المطارات من النوع اي وبي وسي ودي، فاعتقد الحافه الخارجيه طولها كام، والابروش سيرفيس لينس طوله قد ايه، فاعتقد برضو القيم بتاعت الطول بتاعته، والسلوب اللي هو 20 لواحد اللي هو 5%. بس عندنا بعد كده السطح الافقي الداخلي الانر هورزونتال سيرفيس، وده بقى سطح مش زي الابروتش والتيك اوف كلايم سيرفيس اللي بيبقوا موجودين لكل ران واي، ده بيبقى سطح افقي داخلي واحد للمطار كله مهما كان عدد الران وايز اللي جواه. بيبقى سطح افقي زي اسمه بالظبط، واعلى من منسوب المطار بمسافه معينه. فبيقول لك it is a surface located in horizontal plane المستوى الأفقي above the aerodrome and its surroundings فوق المطار والحاجات المحيطة به. The shape of IHS need not necessarily to be circular. احنا شفنا في الفيجر اللي كنت موريه لكم من شوية، وكنا بنشوف البلان والمقاطع كنا شايفينه دائري، هو احيانا بيبقى دائري بس مش بالضروره طول الوقت، فعشان كده بيقول لك need not necessarily مش بالضروره انه يكون circular. The radius or outer limits of IHS from airport reference point اللي هي عاده بتبقى في منتصف الران واي يعني، where the runway is less than 800 متر، لو طول الران واي اقل من 800 متر. ال inner horizontal surface will be a circular surface القطر بتاعه نصف القطر بتاعه 2000 متر. لو هو من المطار من نوع واحد طول الران واي اقل من 800 متر، فهيبقى عندنا نصف قطر ال inner horizontal surface بيساوي 2000 متر من ال airport reference point. لو مطار 800 واكتر بس اقل من 1200 يعني من نوع 2، ال inner horizontal surface هيمتد لمسافه 2500 متر بدل 2000 متر. لو المطار من النوع 1500 اور مور اللي هم المطارات من نوع 3 و4، ال inner horizontal surface will be a composite pattern which consists of two circular arcs centered at the two runway ends. ما قلناش هنا هيبقى مركز ال inner horizontal surface هو الريفرنس بوينت اللي هي في نص الران واي، لا ده احنا من النهايات بقى هنبتدي نعمل اقواس طولها 4000 متر اللي هي انصاف اكترها يعني 4000 متر، والاقواس دي هتشكل مع بعضها شكل ال inner horizontal surface. فعلى سبيل المثال لو انا عندي مطار من النوع 3 او 4 وعندي ده الران واي بتاعي، فهاجي من النهايات كده واعمل اقواس من دواير انصاف اكترها بتساوي 4000 متر، وابتدي اعمل مماسات للاقواس دي عشان تديني شكل الاليبتيكال ده. طب لو انا عندي اكتر من ران واي بالشكل ده مثلا، فهاجي من نهايات الران وايز واعمل اقواس نصف قطرها 4000 متر، وابتدي اعمل مماسات للاقواس دي عشان تديني شكل الانر هوريزونتال سيرفيس للمطار كله. عشان كده بنقول لك ان مش بالضروره خالص يكون شكل الانر هوريزونتال سيرفيس دائري، بيكون دائري في بعض الحالات في المطارات الصغيره اللي فيها ران واي واحد، لكن لما تكبر المطارات ويكبر ويزيد عدد الران وايز فيها الشكل بتاع
الهوريزونتال سيرفيس ما بيبقاش كده خالص. طب عايزين نعرف شويه معلومات عن الانر هوريزونتال سيرفيس، هنشوفها في الجدول. بس قبل ما نعمل كده، ده شكل تاني لانر هوريزونتال سيرفيس واوتر هوريزونتال سيرفيس لمطار فيه اتنين ران واي متقاطعين. ده شكل تالت على حسب شكل التقاطع ما بين الاتنين ران واي ومكان التقاطع بيكون شكل الانر هوريزونتال سيرفيس. فهنلاقيه هنا حتى مش اليبتيكال خالص، مش بيضاوي حتى خالص، هنلاقي شكله مختلف، لان زي ما قلنا كده بنيجي من النهايات ونعمل اقواس، والاقواس دي بنعمل لها ممسات عشان تعمل لنا شكل الانر والاوتر هوريزونتال سيرفيس. طيب الخواص بتاعته، خلي بالنا الجدول هنا بالفيت ماشي، فقال لك الراديوس هوريزونتال سيرفيس في المطارات صغيره 5000 فيت، وبعدين بعد كده لما المطارات بتكبر بنبدا نوصل ل 10000 فيت. دي المواصفه بتاعت الاف اي اي. المواصفه بتاعت الايكاو ادتني الانر هوريزونتال سيرفيس اهو، قالت لي الارتفاع بتاعه اول حاجه 45 متر في كل انواع المطارات 1 و2 و3 و4. الراديوس بتاعه في المطارات من النوع 1 زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت 2000، مطارات من النوع 2 2500، والمطارات من النوع 3 و4 4000 ماشي. بعد كده عندنا في اوتر هوريزونتال سيرفيس وفي عندنا كونيكال سيرفيس. فخلينا كده نبص على الكونيكال سيرفيس الاول. كونيكال يعني مخروط، يعني شكل ايه المخروط؟ المخروط شكل ايه من الحاجات اللي انتوا بتعرفوها في حياتكم؟ القرطاس. القرطاس بالظبط كده ماشي. المخروط شكل القرطاس اللي بيتحط لنا في المرور، شكل القرطاس اللي كانوا بيعملوه لنا زمان ويعبوا لنا فيه الحاجات، شكل الكون اللي هو الكونو اللي بتاكلوه ايس كريم لما نكون مش صايمين في رمضان ماشي. احنا عندنا كونيكال سيرفيس نفس شكل القرطاس ده، بس هو مش مخروط كامل، هو مخروط ناقص لانه ما بين الانر هوريزونتال سيرفيس والاوتر هوريزونتال سيرفيس ماشي. فبيقول لك ان السطح ده ات اكستنس ابورد اند اوتورد، عارف زي القرطاس اللي هو ال عارف مش المخروط اللي بيتحط على الارض بتاع المرور، لا المخروط الكون، الكون لما بتاكله بيبقى الناحيه الواسعه فوق والناحيه الضيقه تحت، صح ولا لا؟ ايوه تمام. سوري ان انا بضرب مثال بحاجه بتتاكل، معلش. ماشي. واحنا صايمين، ما انا صايمه زيكم والله. اوكي؟ بس يعني عشان تفوق شويه، خلاص؟ فالناحيه المتسعه بتبقى فوق والناحيه الضيقه بتبقى تحت، هي نفس القصه كده، بس ناقص بقى يعني ايه؟ يعني مقطوع كانه مقطوع بالسكينه من نص كده. هو واصل ما بين الانر هوريزونتال سيرفيس اللي ممكن يبقى على شكل دايره او شكل غير منتظم زي ما شفنا دلوقتي. فدي حافته الداخليه هي التقاطع مع، بيقول لك the limits of the conical surface are the following: a lower edge coincident with the periphery of the inner horizontal surface. الحافه الداخليه بتاعته اللي تحت اللي هي الحافه الدنيا ماشي، بتبقى عند نهايه الانر horizontal surface. طب والحافه العليا ال upper edge؟ قال لك located at a specified height above the inner horizontal surface. The slope of the conical surface shall be measured in a vertical plane perpendicular to the periphery of the inner horizontal surface. ونبص تاني في الجدول اللي كنا بنبص فيه من شوية لما جه يكلمنا عن ال conical surface، قال لنا الميل بتاعه 20:1 ماشي، 20 أفقي لواحد رأسي ماشي. الميل ده ثابت لكل أنواع المطارات، اللي بيتغير هو الهايت. قال لك الهايت ده بيبقى 35 متر في حاله المطار من نوع 1 و55 متر في حاله المطار من نوع 3 2 و75 متر 3 و100 متر 4. يعني على سبيل المثال لو انا عندي انر هوريزونتال سيرفيس زي الشكل ده ماشي، وجيت بعد نهايه الران ويز عملت اقواس اطولها 6 4000 متر تمام،
وبعدين عايز ارسم الكونيكال سيرفيس اللي هو يبقى مماثل في شكله في البلان لنفس الشكل ده بس نصف قطره اكبر منه بشويه ماشي. والمطار اللي قدامنا ده من او الران واي كود هنا من النوع 4 ماشي، يعني ارتفاع الكونيكال سيرفيس فيه هيكون 100 متر راس خلاص، وال الميل 20 لواحد 20 افقي لواحد راس. يبقى انا لما ارسم الحافه الخارجيه بتاعه او الحافه العليا بتاعه الكونيكال سيرفيس هرسمها بنصف قطر كام من هنا؟ تاني كده يا دكتور كام؟ تاني كده عشان بس خدتش بالي. اسال تاني؟ طيب احنا حالا بنقول الكونيكال سيرفيس ليه حافتين، حافه هي نهايه الانر هوريزونتال سيرفيس ماشي، دي الحافه الدنيا اللي هي الحافه المنخفضه يعني، وفي حافه ثانيه عليا ماشي وهو بيوسع لبره والفوق اوكي، والميل بتاعه 20 افقي الواحد راسي ماشي، والارتفاعات بتاعته بتتغير من 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 ران واي تايب لران واي تايب، بس في حاله الران واي كود 4 هيبقى الارتفاع بتاعه 100 متر. فلو انا برسم كده القوس ده هنا في الانر هورزونتال سيرفيس ب 4000 متر، ارسم القوس اللي هيحدد لي نهايه الكونيكال سيرفيس وبدايه الاوتر هورزونتال سيرفيس بنصف قطر كام؟ ما احنا هنضرب بقى ال 4000 دي في ال 20. نعمل ايه؟ مش هو 20 افقي وواحد راسي؟ اه 20 افقي وواحد راسي. واحنا قلنا الارتفاع يبقى كام؟ 4000؟ 100. خلاص يبقى ال 100 في ال 20. اللي هم كام؟ اللي هم 2000. 2000 زياده على 4000، فاحنا لما هنركز هنا بنصف القطر هنعمل 4000 عشان نجيب الانر هورزونتال سيرفيس، ونعمل 6000 اللي هم 2000 زائد 4000 عشان نجيب الاوتر هورزونتال سيرفيس وحافه الكونيكال سيرفيس كده. تمام تمام يبقى فهمنا الكونيكال سيرفيس، بقينا بس اخر سطح فيهم اللي هو اغلى السطح فيهم اللي هو الترانزيشنال سيرفيس. اول حاجه بدايه كده احنا قلنا اتس ا كومبلكس سيرفيس. يعني ايه كومبلكس سيرفيس؟ كل الاسطح اللي احنا عرفناها مع بعض دلوقتي يا اما بلان ماشي، يا اما دايره في بلان برضو اللي هي الانر هورزونتال سيرفيس، يا اما اكترهم واصعبهم مثلا كان الكونيكال سيرفيس اللي هو على شكل مخروط. تمام، هنا احنا ما نقدرش نعرف السطح ده باي سطح من الاسطح المعروفه بالنسبه لنا، لان هو مش عباره عن سطح واحد، هو اكتر من سطح اسمه عشان كده كومبلكس سيرفيس. قال لك complex surface فين؟ along the side of the strip and part of the side of approach surface that slopes upwards and outwards. على جانبي الرانواي ماشي وعلى جانبي الابروتش سيرفيس في سطح كده من ناحيتين بيميل لاعلى والبر ماشي. Outwards the inner horizontal surface this is intended to serve as the controlling obstacle limitation surface for building ETC the limits of the transitional surface are كذا. قال لك a lower edge اللور ايدج بتاعته beginning at the intersection of the side of approach surface with IHS اللي هو ال inner horizontal surface. قال لك في حافه داخليه بتبقى عند تقاطع ال approach surface مع ال inner horizontal surface و extending down to the inner edge of the approach surface then extend along the side of the strip parallel to the runway center line. الشكل ده شوفوا هنا ماشي، اللي انا بشاور عليه هنا دلوقتي ده هو الترانزيشنال سيرفيس اللي هو بيتكلم عليه ماشي، وبقيته اهو هنا هو برده ترانزيشنال سيرفيس اللي انا بتكلم عليه. طبعا في النص قطع ماشي وضم الاثنين دول على بعض، هم ابعد من كده شويه. فبيقول لك ان فين بقى الترانزيشنال سيرفيس ده؟ قال لك
على جانب الابروش سيرفيس سطح الاختراق، في سطح من الناحيه دي وطبعا في زيه من الناحيه الثانيه. تمام. الحافه الداخليه بتاعته اهي، قال لك من عند التقاطع مع الانر هوريزونتال سيرفيس مع الابروش سيرفيس، ده الحافه الداخليه بتاعته اهو، والحافه الخارجيه بتاعته لفوق وهو بيتسع للخارج وبيعلى لفوق. طيب الابر ايدج قال لك فين؟ located in the plane of inner horizontal surface. The slope of the transitional surface is measured in a vertical plane at right angle at the runway center line، وهو بيبقى 1 إلى 7 for the runway length 2200 and above، وواحد لخمسة للرنواي length اللي أقل من 1200 متر. بعد كده عندنا الـ outer horizontal surface أو السطح الأفقي الخارجي، وده مش لكل المطارات، في مطارات ما بيبقاش ليها سطح افقي خارجي. فقال لك it's not proposed to establish OHS او outer horizontal surface for aerodrome with runway length than 1200. لو اي حاجه اقل من 1200 متر فاحنا ما بنعملهاش outer horizontal surface اصلا. هو circular plane والcenter located at the ARB. طبعا هو سنتر سيركلر لما بيكون الانر هوريزونتال سيرفيس هو كمان سيركلر. كل ما الانر هوريزونتال سيرفيس شكله يتغير، كل ما الاوتر هوريزونتال سيرفيس شكله هيتغير زيه، بس بنجيب المسافات بينهم عن طريق الكونيكال سيرفيس وخواصه ارتفاعه والميول بتاعه. فبيقول لك وير ذا لونجست ران واي از مور ذان 1200 بات ليس ذان 1800، بنتكلم على المطارات من النوع 3. The OHS, the outer horizontal surface, shall extend to 9,900 meters from the ARP. For airports where the length of the longest runway is 1,800 or more, بنتكلم كده عن مطارات من النوع 4, the OHS shall extend to 15,000 meters from the ARP. The outer horizontal surface ارتفاعه كام؟ لو كان the inner horizontal surface ارتفاعه في حدود 50 متر أو 45 متر، فارتفاع الاوتر هوريزونتال سيرفيس بيبقى 150 متر، والفرق بينهم بيبقى هو ارتفاع الكونيكال سيرفيس. احنا محتاجين الاسطح دي ليه؟ عشان الجمله الاخيره دي اللي هي بتتقال هنا على الاوتر هوريزونتال سيرفيس وبتتقال على الاسطح الداخليه كلها، الاسطح التخيليه كلها. قال لك the construction protruding above the surface shall not be permitted. اي حاجه فوق السطح ده مباني مش هيبقى مسموح بيها. في عندنا حاجه بقى اسمها الابروتش زون، دي مش من الاسطح التخيليه ومش بتحدد ارتفاعات المباني، بس عايزين نتعرف عليها. قال لك during landing the glide path of an aircraft varies from a steep to flat slope. ال اثناء الهبوط الطياره بتبتدي كده وهي نازله، الميل بتاعها الاول وهي نازله بيبقى ميل شديد، وبعدين بعد كده بيبتدي يتغير يبقى ميل كانه فلات، كانه يقترب من الافق يعني، عشان تعمل عمليه الهبوط وتتم عمليه الهبوط بسلام. بس قال لك during التيك اوف بقى الموضوع مختلف. During the takeoff, the rate of climb, اللي هو معدل الارتفاع يعني بتاع الطيارة, is limited by its wing loading and engine power. الموضوع له علاقة بهي الأحمال اللي هي شايلها قد إيه وقوة المحركات اللي هي بتكون منها الطيارة قد إيه. بما إن الوضع كده فقال لك as such wide clearance areas known as approach zones are required on either side of the runway. مطلوب عندنا مناطق تكون موجودة على جانبي الرانوي سواء في منطقة الإقلاع أو منطقة الهبوط. فقال لك over this area the aircraft can safely gain or lose latitude. تقدر بقى الطيارة سواء كانت جاية من فوق وبتحاول إن هي تهبط أو طالعة من على الرانوي وبتحاول إن هي تعمل عملية إقلاع، إن هي تجين أو تلوز latitude اللي هو الارتفاع يعني. الطيارات الهليكوبتر هي الطيارات الوحيدة اللي بتطلع رأسي، فما عندهاش أي مشكلة في موضوع اطوال الران وايز ولا اسطح تخيليه ولا اي حاجه. طيار الهليكوبتر ممكن تهبط في اي حته حتى لو على سطح عماره، لكن الطيارات بتاعه الطيران المدني
بتحتاج ان هي تمشي في مسار مايل، والميل ده ممكن يتغير على حسب عمليه الهبوط او الاقلاع في اولها في بدايتها في اخرها على حسب حركات الطائره وكل الكلام ده. فعشان كده بيقول لك the whole of this area has to be kept from obstructions. المنطقه بتاعت الابروتش زون دي احنا عايزينها تبقى ما فيهاش obstructions. هي ايه طب الابروتش زون؟ قال لك الابروتش زون دي المنطقه على الارض اللي البلان بتاعها هو نفس البلان بتاع الابروتش سيرفيس. يعني احنا لو رسمنا الابروتش سيرفيس وشفنا البلان بتاعه هنلاقي الابروتش زون هي نفس اسقاط ده على الارض. الاونلي ديفرنس از وايل ذا ابروتش سيرفيس از ان ايماجينري سيرفيس ابروتش اريا انديكيت اكشوال جراوند اريا. والمنطقه دي احنا بنمنع وجود الاوبستراكشنز فيها. عندنا حاجه تانية اسمها الكلير زون اللي كنا بنتكلم عنها لما كنا بنقول عند نهايه الران واي في تيك اوف كلايم سيرفيس. قال لك ان الكلير زون دي ذا انر موست بورشن اوف ذا ابروتش زون ويتش از ذا موست كريتيكال بورشن فروم ذا اوبستراكشن فيو بوينت از نون از كلير زون. اقرب منطقه من الابروتش زون للران واي هي بتتسمى الكلير زون. الارض دي المفروض انه بيبقى ريكومندد جدا الارض دي تبقى ملك المطار، يعني تتشري عشان ما فيش اي حد يعمل فيها اي حاجه نهائيا، ومش بالضروره تعمل لها جريديشن او تعمل لها تسويه ولا حاجه، بس المهم ان ما يكونش فيها اي عوائق. ودي خواصها عطاها هي على ليها حافه داخليه وحافه خارجيه وجانبين وطول واعتقد طول الحافه الداخليه بتاعتها والحافه الخارجيه بتاعتها وطولها قد ايه في المطارات الصغيره والمطارات الكبيره. طيب انا عرفت كده الاسطح التخيليه اللي المفروض مش هيبقى فيه اي مباني ولا حاجه ارتفاعها بيعلو على ارتفاعات الاسطح التخيليه. طب احنا دلوقتي حوالين المطار الطبيعي هيبقى فيه طرق وهيبقى فيه خطوط مترو او سكه حديد عشان توصل للمطار، فالكليرنس بتاع الحاجات دي بيبقى عامل ازاي؟ قال لك انه الرودز والريلويز ار نوت اوبجكشنبل، يعني ما تعتبرش اوبجكت، ما تعتبرش عائق، اوكي؟ ان كلير زونز. بس المفروض ان هم يبقوا بيتوافقوا مع شروط معينه اللي هو بيقول لك عليها بروفايدز ذات زي ويل كومبلاي وذ ذا كليرنس ستاندردز اند ذا فيكلز وذين ذا زون ار اولويز اون موشن. مفيش عربيه تقف، تفضل على طول العربيات في المكان ده بتتحرك. طيب هي ايه بقى الكليرنس ستاندردز دي؟ قال لك بص كده على الـ على الـ على الشكل اللي قدامنا. لو انا عندي هنا طريق جسر طريق او خط سكه حديد ماشي، فقال لك من نهايه الران واي بعد 90 متر من نهايه الران واي في المطارات الكبيره وبعد 60 متر من نهايه الران واي في المطارات الصغيره ممكن تحط سنتر لاين الطريق، بس بشرط انه لما تيجي تشوف الكليرنس بعد نهايه كده الارض الجريدد ب 30 متر او بعد نهايه الران واي ب 60 متر ايهما اكبر، وتيجي تشوف اللاين بتاع الاوبستراكشن كليرنس تلاقي ان المسافه ما بين الاوبستراكشن كليرنس ده ب 4.5 متر مينيمم في حاله الهاي ويز و 7.5 مينيمم في حاله الريل ويز. طب الخط الاوبستراكشن كليرنس لاين ده انا برسمه ازاي؟ الميول بتاعته هي عطاها لك، قال لك 1:50 في حاله الانسترمنت ران ويز، 1:40 نون انسترمنت ران ويز، 1:20 في حاله المطارات الصغيره خالص. ماشي لحد كده اوكي؟ تمام تمام ماشي. طيب عندنا بقى حاجتين، انا كده اتكلمت على الابروتش اريا والتيك اوف كلايمب سيرفيس بس ما اتكلمناش على الجنبين بتوع الران واي، مش نهايه وبدايه الران واي، وما اتكلمناش على المباني بقى اللي مفروض ان انا اعتبرها ان هي اوبستراكشن. قال لك اوبجكتس اكسيدنج ذير ليميتنج هايت سواء كان الايماجينري سيرفيس اللي قلنا عليها او القواعد اللي هنقولها دلوقتي بنعتبرها ان هي اوبستراكشن. قال لك any object exceeding certain limiting heights above the ground shall be considered as an obstruction to the air navigation. امتى؟
within 4.5 كيلومتر اللي هما 3 miles from the runway end, any object shall be considered an obstruction of it if its height is more than 30 meters above the ground. لو ارتفاعه أكتر من 30 متر above the ground, يعني من نهاية وبداية الرنواي لطول 4 كيلومتر ونص, أي مبنى فوق الأرض بمسافة أكتر من 30 متر هنعتبره obstruction. إيه كمان؟ قال لك أي object بعد المسافة دي, بعد مسافة الـ 4.5 كيلومتر ماشي from the runway end, هيعتبر obstruction لو كان الهايت بتاعه above 30 متر increases by more 7.5 متر for each additional 1.5 كيلومتر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعد 4 كيلومتر ونص لو أنا عندي خط أفقي على ارتفاع 30 متر هرسمه من الأرض ماشي, وعندي كل كيلو ونص متر في خط تاني مايل هنرسمه ارتفاعه 7.5 متر كل كيلو متر ونص بعد الأربعة كيلو ونص الأولانيين, هيعتبر إن المبنى ده obstruction, أو لحد ما وصلنا لحد بقى 15 كيلو متر اللي هما 15,000 متر يعني لما يزيد ارتفاعه عن 75 متر. خلينا نشوف ده في الرسم. بعد الـ بعد الـ الـ المسافة دي any object which protrudes above the minimum approach height attitude or whose height exceeds 150 متر above the ground. ونشوف الكلام ده على الطبيعة. لو أنا عندي دي نهاية الرنواي ماشي, فبيبتدي يرسم خط كده اللي انتوا شايفينه دون, والأرض بقى حتى لو كانت الأرض مناسبها بتتغير وارتفاعاتها بتتغير أو بتعلى. قال لك أي مبنى في أول 4 كيلومتر ونص ارتفاعه أكتر من 30 متر الخط ده كده بيعتبر إن هو obstruction ماشي. طب وبعد ال 4 كيلومتر ونص أول عند نهاية ال 4 كيلومتر ونص 30 متر, بعدين 6 كيلو 37 متر ونص, 7 كيلو ونص 45 متر وهكذا. بس منين؟ مش من امتداد الرنواي, مش الخط الأفقي امتداد الرنواي, من سطح الأرض تمام. بعد 15 كيلو متر اي مبنى ارتفاعه فوق ال 150 متر بيعتبر obstruction. طب ده الاتجاه اللي هو في امتداد الران واي من البدايه ومن النهايه. طب والاتجاه العمودي عليه اللي هو بنسميه التيرنينج زونز. يعني ايه تيرنينج زونز وليه بتتسمى كده؟ احنا اتعرفنا على عمليه الاقلاع وعمليه الهبوط, بس ما تعرفناش على نقطه انه لو في طياره مثلا موجوده وحاولت ان هي تعمل عمليه هبوط وما عملتش عمليه هبوط بتعمل ايه؟ بتلف وترجع تاني لان اتجاه الهبوط والاقلاع واحد, فبتلف وترجع تاني, فهي بتمشي في الاتجاه العرضي على الران واي. فلو المكان ده فيه عوائق فعمليه التيرنينج دي مش هتتم بسلام. عشان كده بيقول لك if during take off the engine fails or the pilot selects to land for any reason the aircraft will have to take a turn هتلف and come in line with the runway before landing ماشي. The area of the airport other than the approach area which is used for turning operation is called turning zone. المنطقه بقى بتاعت turning zone اللي هي عموديه على center line المطار, المنطقه دي ازاي هنحسب فيها الاوبستراكشنز بالاضافه للاسطح التخيليه. قال لك since in turning zone the aircraft is at a considerably low height it has to be ascertained that this area is also free from obstructions. احنا عايزين نتاكد ان الاريا دي كمان هتكون خاليه من العوائق. فقال لك ازاي تبقى خاليه من العوائق؟ قال لك على الاتجاه العمودي على الران واي any object located at the distance of 4.5 كيلومتر from the runway reference point نقطة المنتصف الرانوي أو reference point بتاعت الرانوي shall be considered an obstruction of its height is more than 51 meters. وهنا مش من الأرض, هنا above the airport elevation فوق ارتفاع منسوب المطار or ground whichever is higher اللي أعلى منهم الاثنين. Any object which is located beyond 4.5 كيلومتر miles 3 miles يعني from the runway reference point هيبقى obstruction امتى؟ لو كان الارتفاع بتاعه يساوي 51 كيلومتر above increases by more than
30 متر فور اتش اديشنال 1.5 كيلومتر. طب نفهم الكلام ده ازاي؟ خلينا نبص احسن على الرسمه. لو اعتبرنا ان ده قطاع في الران واي والران واي اتجاه سنتر لاين بتاعه عمودي على سطح الكمبيوتر، فيبقى على بعد مسافه 4.5 كيلومتر من الران واي. اي نقطه، اي مبنى ارتفاعه اكبر من 45 متر سواء فوق سطح الارض او فوق الريفرنس بوينت بتاع الران واي ايهما اكبر، ف اي حاجه فوق ال 45 متر تعتبر عائق، او اي حاجه سوري فوق ال 51 متر تعتبر عائق. طب بعد ال 4 كيلومتر ونص نبتدي كده نزود كل كيلو ونص 30 متر، يعني 51 تبقى 81 تبقى 111 تبقى 141، ولحد 15 كيلو. بعد 15 كيلو اي مبنى على ارتفاع اعلى من 150 متر بيعتبر عائق. لحد كده في الكلام اللي انا قلته النهارده في حاجه صعبه؟ دكتور بعد اذنك اتفضل. هو مش التيرنينج زون ده عمودي على الرانوي؟ ايوه. طب دلوقتي لو انا مثلا عندي اتنين رانوي بمعنى كده ان مفيش تيرنينج زون؟ يعني ايه؟ يعني لو في اتنين رانوي متعاملين على بعض اصلا. لا، هطبق قواعد التيرنينج زون للاتنين. ازاي بقى؟ هطبق قواعد التيرنينج زون لواحد فيهم واطبق قواعد التيرنينج زون للتاني وهطبق. بص انا عندي لكل ران واي اتجاهين، اتجاه امتداد نهايه السنتر لاين وبدايه السنتر لاين من الاتجاهين، وده بيمشي عليه القواعد اللي قلناها في السلايد اللي فات، صح؟ ايوه تمام ماشي. وبعدين بنفس الران واي هطبق قواعد التيرنينج زون، تمام؟ لو عملت نفس القصه للران واي التاني ماشي، فهيديني ارتفاعات، يعني في الاتجاه العمودي على الران واي هيديني ارتفاعين، واحد منهم نتيجه التيرنينج زون بتاع الران واي الاولاني، واحد منهم نتيجه انه عمودي على الـ على الـ على الران واي الثاني، فهيبقى امتداد بدايه او نهايه الران واي الثاني، صح؟ ايوه مظبوط. ويتش ايفر از هاير هو اللي هيبقى الحدود بتاعتي، واي سوري ويتش ايفر از لوور، انا اسفه، ويتش ايفر از لوور اي حاجه فوقه هتبقى اوبستراكشن. كده مفهومة؟ ايوه تمام. تمام. حد عنده اسئلة تاني؟ الدنيا ماشية كويس في السكاشن؟